تحتفي مملكة البحرين باليوم الرياضي البحريني بنسخته السادسة وبمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والأهلية ومختلف القطاعات العامة والخاصة التي استعدت للاحتفال بهذا اليوم عبر سلسلة من البرامج والفعاليات الرياضية المتنوعة. الاحتفاء بيوم البحرين الرياضي أضحى حدثا وطنيا يترجم رؤية جلالة الملك المفدى واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع البحريني يساهم في تعزيز الجوانب البدنية والصحية في المجتمع. يحتفي أبناء مملكة البحرين بالعرس الوطني الرياضي الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الراعي الأول للرياضة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في جعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع البحريني ووضعها على سلم أولويات التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين. ويشكل اليوم الرياضي الوطني الذي يأتي هذا العام بحلته السادسة ترجمة لتنفيذ رؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم قطاع الشباب والرياضة وفق رؤية عصرية وتوفير الإمكانيات المتاحة للارتقاء بالخدمات العامة والتشجيع على الممارسات الصحية والرياضية والتي تسهم في البناء السليم لتعزيز الجوانب الصحية للمجتمع عبر تنظيم النشاطات الرياضية المختلفة. وأسست جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على مدى سنوات مضت أسست لأن يكون يوم البحرين الرياضي حدثا وطنيا بكل معنى الكلمة وفرصة لنشر مفاهيم الرياضة والحياة الصحية بين مختلف شرائح المجتمع عبر ما يحمله هذا اليوم من قيم ومبادئ تدفع نحو التحويل للأفضل. ويأتي الاحتفاء بهذا العرس الوطني بدعم مباشر من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمختلف فعاليات هذا اليوم عبر إقامة الفعاليات الرياضية المتنوعة إيمانا من سموه بأهمية نشر الرياضة كثقافة مجتمعية. إن المشاركة الإيجابية والفاعلة التي يشهدها اليوم الرياضي والمسابقات والبرامج التي تقيمها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة تجسد دعماً مهماً لتعزيز مفهوم الرياضة في سبيل خلق مجتمع صحي رياضي.